بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بيكم معاكم مستر احمد الباشا وان شاء الله نكمل مع بعض ليسون 3 في كونسبت 1 ليسون 3 كان اسمه بلانت adaptation وكنا بنتكلم في الليسون ده عن انواع مختلفه من البلانتس وكلمنا عن اكيشيا تري وكلمنا عن كيبوب تري لو ما شفتش الفيديو ده ياريت يا ريت ترجع تشوفه تاني تعالوا نتكلم عن حاجة اسمها بلانت ساينتست وكلمة بلانت ساينتست يعني ازاي بلانت يقدر ان هو يتكيف مع البيئه بشكل افضل وانواع البلانتس المختلفه وكل بلانت يا ترى ايه الطريقه اللي بيعيش بيها تعال نشوف كده عندنا اول بلانت اسمه مانجروف تري مانجروف تري من البلانتس المهمه جدا ومن البلانتس اللي بتعيش في السولت ووتر يعني ممكن تلاقيه في المياه المالحه يعني ممكن على شاطئ البحر مثلا وبيكون عنده استراكشر الادبتيشن والاستراكشر الادبتيشن ده ان هو هاز لونج روتس احنا عارفين ان المناطق الساحليه يعني المناطق اللي فيها مياه كتيره صعب جدا ان البلانت يقدر ان هو يثبت نفسه فالبلانت اللي اسمه مانجروف ده بيعمل ايه بيبتدي ان هو يكون عنده لونج اند سترونج روتس يعني عنده جذور كتيره وطويله بحيث انها تنتشر في كل الايه في كل المكان وتقدر تثبت نفسها طيب this adaptation الادابتيشن adaptation ده helps the plant survive ازاي ازاي بيساعد البلانت ان هو يعيش بشكل افضل بيقول هنا long and strong roots help the plant to resist resist يعني يقاوم the waves بيساعده على ان هو يقاوم الايه الامواج البلانت اللي بعد كده اسمه ووتر ليلي ووتر ليلي هو من البلانتس الجميلة جدا اللي بتبقى موجودة على سيرفيس اوف ووتر على سطح المياه وده بيعيش في الويت لاند في المناطق اللي فيها مياه كتير اتس ستراكشرال ادابتيشن ات هاز وايد ليفز الاوراق بتاعته بتكون كده عريضه كده زي ما انتم شايفين يعني بتكون شكلها عريض شويه كده طب هي بتعيش في المياه والنباتات دي كبيره فبتحتاج كميه سان لايت كتير ف this adaptation help plant to survive because the wide leaves الأوراق العريضة help plant to absorb big amount of sunlight بتساعده على إنه يمتص كمية كبيرة من sunlight نبات النخيل بعد كده palm tree بيعيش في desert habitat يعني مكان المعيشة بيكون موجود في desert its structural adaptation يعني التركيب بتاعه بيقول لي ايه بيقول لي اتهاز فيكروتس فيك روتس ليه يا مستر الجذور اللي تحت دي ليه بتكون عريضه قوي كده قال لك لأنه لان هو محتاج يدور على المية عاوز اي ووتر يوصل لها ثانيا ما تنساش ان هو موجود في ديزرت في صحراء يعني الرياح شديده جدا فعلشان يثبت النخله دي في الايه الارض خصوصا ان هي ارض رمليه ان هي فيها رمل فلازم نثبتها بشكل افضل. فبيقول لي هنا الـ palm tree الـ structure بتاعها thick roots and small leaves الأوراق بتاعتها خفيفة أو رفيعة أو صغيرة. This adaptation help plant to survive because ده ساعد الـ plant ده إن هو يعيش بشكل أفضل ليه؟ both thick roots and the small leaves help the plant to resist the strong winds. ال roots والسمول ليفز بتساعد البلانت ان هو يقاوم الايه يقاوم الرياح. عندنا بعد كده باين تري والباين تري دي بتكون في دزق في, ال... في مش في الديزرت بقى في السنو في ال... الجليد في الثلج وذس تري هاز تريانجلر شيب بيكون شكلها مثلثه كده شكله بيكون مثلث كده وشورت برانشز الفروع بتاعتها قصيره جدا ونيدل ليفز الورقه بتاعتها بتكون ورقه عامله كده زي النيدل كده زي الابره كده طب ده ساعده في ايه؟ فكره ان هي ده بتساعد البلانت ان لو نزل عليه تلج التلج يتزحلق كده وما يفضلش موجود على الشجره لانها لو كانت شجره بالشكل الطبيعي اللي احنا عارفينه ان هي مثلا شجره وعامله كده كان التلج هينزل عليها وممكن يوقعها انما هي شكلها عامل كده فلما ينزل التلج يتزحلق فبيقول لي هنا ده ساعد البلانت ان هو يكون افضل ازاي triangular shape of this tree and its short branches allows the snow to slide easily over it بتساعده ان هو يتزحلق بشكل افضل so branches don't break الافرع ما تكسرش the needle leaves prevent the plant from losing of water فكره وجود النيدل shape اللي الورقه عامله كده ده بيساعد ان الميه تتخزن في الجزء اللي هو ايه اللي هو جوه في الشجر ده في في الورقه، الورقه عامله كده ومن جوه هنا في زي منطقه فاضيه كده، ده بيساعد على ان الميه تفضل موجوده على الورقه ما تمشيش. بعد كده عندنا ايكيشيا تري واحنا عارفين ان إيه هي في سافانا واتكلمنا عن ده برانشز جرو اند جاذر اون توب اوف يعني الايه الافرع بتكون متشعبه كده فوق. واحنا خدنا قبل كده ان برانشز أتوب توب ان الفروع فوق والايه والاوراق فوق ده بريفنت انيمالز فروم ريتشينج او بريفنت ذا انيمالز فروم ريتشينج ذا انيمالز فروم ريتشينج برانش اه هي المفروض ان احنا يعني هي فروم هي انيمال مكرره مرتين ماشي فروم ريتشينج ذا برانشز ماشي بعد كده عندنا باربري فيج الباربري فيج ده اللي هو ايه اللي هو ال النبات اللي هو التين الشوكي يعني بيكون في الديزرت وده بيكون عنده شارب سبينز عنده زي شوك كده طب ده ليه ذا شارب سبينز بريفنت انيمال فروم ايتينج اتس ليفز اند اند بيساعد ان ايه مش اي حد ياكل البلانت ده دي مجموعه من البلانتس والبلانتس دي عرفنا ازاي ان هي بتعمل سرفايف او ان هي بتنجو بشكل افضل ان شاء الله نبدا في لسن جديد في الفيديو اللي جاي بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق والنجاح كنت معاكم مستر احمد الباشا باي باي